حاتم الطائي ذبح حصان الضيف من الكرم، احنا اكرم منه لدرجه جبنا الحصن وذبحناه من الموازنه. لا يا ابو حاتم الطائي خابصين ابي خبص. ردا على المدعو احمد البشير اقله تاكد من اهلك عرب لولا، اتاكد من اهلك عرب لولا، لو ان عرب صدق ما تذم الرموز، لكنك مش عرب ونشهد بهاي ومن سوالفك العوجه ما تجوز، لكنك مش عرب ونشهد بهاي ومن سوالفك العوجه ما تجوز. يا ابن الما اريد احكيها للناس كاروكك نعرفه وين مهزوز، يا ابن الما اريد احكيها للناس كاروكك نعرفه وين مهزوز، اهو من اهلك روح اتاكد يمكن مو عرب يقولون من اهلك روح اتاكد.